مرحبا. شاطئ كوراليخو بجزيرة فورتافنتورا بجزر الكناري الإسبانية الشهيرة بيتميز بريماله يلي بتشبه البوشار. هاي القطع يلي ما بيميزها عن حبة البوشار بشي، هي بالحقيقة شعب مرجانية بيضة ودتها الأمواج للشاطئ بعد ما اختلطت بالصخور البركانية والرماد البركاني، واشتهر هالشاطئ باسم شاطئ البوشار أو بوب كورن بيتش. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون حار وصحو بشكل عام مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة. عم بيبقى سديمة حار بالمناطق الشرقية والبادية، أما درجات الحرارة فعم تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي درجتين لثلاث درجات مئوية بأغلب مناطق سوريا. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة، سرعتها عم توصل لل 24 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 45 وال 85%، والبحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 30 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون صحو مشمس ودرجات الحرارة فيها عم توصل ل 38 درجة. أما كيف عم بيكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية، بالسويدة صحو مشمس ودرجات الحرارة عم توصل بدرعة ل 37 درجة، أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 16 و 30 درجة وطقسنا مكفي صحو مشمس. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا أيضا مكفي صحو مشمس ودرجات الحرارة عم تسجل دنيا 21 عليا 35 درجة، بحمص وبحما درجات الحرارة عم توصل ل 38 درجة. على ساحل بطرطوس والادية طقسنا عم بيكون غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة عم توصل بمدينة لواء اسكندرون لل 34 درجة. أما كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب رح ننتقل سوا لنشوف. عم يرجع صحو مشمس الطقس بحلب وإدلب، ودرجات الحرارة بمدينة حلب عم تتراوح بين 23 و 38 درجة. ضل أخيرا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. بمدينة الرقة الجو عم بيكون سديمي حار ودرجات الحرارة عم توصل لل 41 درجة، أما بالحسكة فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 27 و 42، وأيضا طقسنا عم بيكون سديمي. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 28 و 42 درجة أيضا، وطقسنا مكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع زوروني بكرة. باي.